في عناوين هذه النشرة: الرئيس عون وقع مرسوم إحالة قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب. رعد متناولا ملف الترسيم فليبلط البحر. السفير الأوكراني ثمن موقف بيروت من الحرب الروسية الأوكرانية. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مرسوم إحالة قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 إلى مجلس النواب. وكان رئيس الجمهورية أكد على أهمية السلام بين الشعوب الذي يكفل لها راحتها وحياتها الهنيئة، معربا عن أمله في نجاح مفاوضات فيينا باعتبارها مؤشر سلام ليس لإيران فحسب بل لكل المنطقة. كما أعرب رئيس عون عن أمله في أن يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة قريبا. كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله وفي حضور وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مهدي إسماعيلي، الذي يزور لبنان على رأس وفد من الوزارة لافتتاح الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان. ورافق الوفد السفير الإيراني لدى لبنان محمد جلال فيروزينيا. وفي السياق، أكد الوزير إسماعيلي أن محادثات فيينا تسير بشكل إيجابي، ما يمكن أن يساعد في التوصل إلى اتفاق إيجابي وبناء. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصر على أن يكون الاتفاق منصفا وعادلا ونهائيا ودائما ومستمرا، بما يضمن عدم إلغائه مع تغير الإدارات السياسية والحكم في الولايات المتحدة، وذلك بما ينعكس إيجابا على كل دول المنطقة وشعوبها. اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن أبا محمد رعد أن الأمريكي الوسيط في التنقيب عن الغاز في لبنان جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين. وعن بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الأزمة الأوكرانية، اعتبر رعد أنه يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب، لكن لبنان ليس له علاقة بأوكرانيا ولا بروسيا. لحتى نقدر نحن ننقب في مياهنا الإقليمية من أجل أن نستخرج الغاز لنسدد بثمنه ديوننا، بيجي بيقول لك أنه أنت بدك تحفر بالمي، بس بهيد المي رح يطلع لك حق الغاز يمكن يكون مشترك بينك وبين الإسرائيلي. لا، نحن منخلي الغاز مفخور في مياهنا إلى يوم نستطيع أن نمنع الإسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا، ومش قاصرين ليعلم العدو وليعلم من يتواصل مع العدو، وسيط وغير وسيط. الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد. على صعيد آخر، كيف يبدو المشهد الانتخابي السني وهل حسمت الخيارات داخل البيئة السنية؟ النائب السابق مصطفى علوش أجاب عبر حوار اليوم من الأو تي في. صحيح كان في بعض الاعتراض الخجول على كلام الرئيس سنيورا، لكن الاعتراض الأكبر كان على عدم المشاركة. يعني معظم الناس اللي بعرفهم اللي التقيت فيهم على مدى الشهر الماضي كانوا عم ياكدوا انه مش المفروض انها تنترك الساحه بدون مشاركه بالانتخابات. الرئيس فؤاد السنيورة دكتور، في امكان انه يترشح هو؟ لحد هلا مش محسوم الامر عنده، كمان كلنا سوا يعني عمليا مش بس هو. معظمنا في خيارات بدها تكون خيارات وطنيه، نحن مش مستعدين نروح على الزواريب ونتحالف مع مين ما كان لمجرد انه نقدر يكون عندنا عدد اصوات اضافيه. هيدي الصوره، هيدا المشهد شوي الغامض، متى يتبلور على الساحه السنيه؟ اي متى يعني انتم ممكن ما بعرف ناطرين شو؟ لا، خلال الاسبوع الامور لازم تنحسب. على المستوى السياسي ظن انه رؤساء الوزراء السابقين لهم دور بكيفيه اداره الموضوع، لا رح يفرضوا، ما عندهم هم تكليف شرعي، يعني ما حدا
بالطائفة السنية عنده تكليف شرعي. المفروض هو يتخذ بالخيارات السياسية مش بالخيارات الدينية. يعني ترتيب هذه الانتخابات من رؤساء الحكومات السابقين، ولكن الرئيس سعد الحريري يريد هذا الأمر؟ رئيس سعد الحريري بعد يعني ما أعلم موقفه بهالخصوص، وظن أنه الرئيس فؤاد السنيورة بذلوا أنه الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس نجيب ميقاتي عم يتشاور معه للوصول إلى خيارات موحدة. دكتور، أنت حضرتك قلت شخصيا أنه تلتزم بقرار الرئيس سعد الحريري، هل ممكن أن يتبدل قرارك ونشوفك بعدين مرشح إلى هذه الانتخابات إذا شو؟ إذا كان في رؤية وطنية مش بس طائفية ومذهبية، بشعارات وطنية وبرضا سعد الحريري كمان بالتأكيد، فممكن يكون أنا. عدا عن هيك أنا بالنهاية فرد، يعني ماني ما عندي حيثيتي حيثية تيار المستقبل، مش حيثية شخصية. أكد السفير الأوكراني في لبنان إيغور أوستاش أن العدوان الذي تمارسه روسيا ضد بلاده يعتبر شاملا وليس محدودا، واصفا نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمجرم. وفي مؤتمر صحفي له من بيروت لفت إلى أنه ما من أحد توقع الصمود البطولي للجيش الأوكراني ضد الهجمة العسكرية التي تتعرض لها بلاده من روسيا. واعتبر أوستاش أن حقبة بوتين شرفت على الانتهاء. وقد ثمن البيان الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية الذي يدين الحرب الروسية في أوكرانيا معربا عن شكره للشعب اللبناني الذي يقف إلى جانب أوكرانيا ويدعمها منذ بدء الحرب. які відбувається на фронті, і ніхто в світі не сподівався від мирного народу України такого героїчного спротиву проти однієї з найбільших армій світу. يؤكد السفير على أنه لم يتوقع أحد هذه المقاومة وهذا الصمود البطولي للجيش الأوكراني ضد جيش من أعتى الجيوش في العالم. وأريد أن أقول لكم لكل وسائل الإعلام العربية بأن حقبة بوتين شارفت على الانتهاء. وهو سيدفع ثمن كل الجرائم التي يقوم بها في أوكرانيا. بالنسبة لي أنا ممتن وأكرر أنني ممتن جدا لوقوف لبنان إلى جانبنا وإصدار بيان يدين الاعتداء الروسي وطلبه بإيقاف الحرب وإخراج الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية. سيتحقق قريبا ما طمحت إليه أوكرانيا منذ زمن بعيد، وهي بداية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أوروبا зрозуміла, що Україна захищає сьогодні всю Європу. لقد فهمت أوروبا بأن أوكرانيا اليوم تقوم بالدفاع عن كافة الدول الأوروبية، عن أوروبا قاطبة. انطلقت في مقاطعة جومل البيلاروسية محادثات بين وفدي موسكو وكييف في ظل مواصلة روسيا لعملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي كلمة افتتاحية قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن الوفدين الروسي والأوكراني يمكن أن يشعرا بالأمان، مؤكدا استعداد الطرف البيلاروسي لتنفيذ كل طلبات الوفدين. وفي وقت سابق قال رئيس الوفد الروسي للمفاوضات في تصريحات صحفية إن أي اتفاق يجب أن يكون في مصلحة الجانبين معا. من جانبه أكد مكتب الرئيس الأوكراني أن الهدف من المفاوضات هو وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية. وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد، ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن الهدف هو أن نكون جنبا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك أن نكون على قدم المساواة. وأكد أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح السجناء ذوي الخبرة العسكرية الحقيقية للمشاركة في العمليات العسكرية. وتوجه الرئيس الأوكراني إلى الجنود الروس بالقول: ألقوا أسلحتكم، أنقذوا حياتكم وارحلوا. وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم الهدف من هذه الخسائر الروسية، وقال إن 4500 جندي روسي قتلوا ولا تصدق المسؤولين في الجيش الروسي. يوم خامس من الحرب الروسية الأوكرانية.
يواصل الطيران الروسي قصف المطارات الحربية الأوكرانية لليوم الخامس على التوالي بهدف شل سلاح الجو الأوكراني وتأمين التغطية الجوية للتقدم البري خصوصا باتجاه العاصمة كييف. وقد أعلن الجيش الروسي في السياق أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف بحرية، متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم دروعا بشرية. وقد أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية انتشارا كبيرا لقوات برية روسية تضم مئات المركبات العسكرية في قافلة شمال شرق مدينة إيفانكاف الأوكرانية، وتتحرك باتجاه كييف على بعد 40 ميلا تقريبا، وتحمل القافلة التي تمتد لأكثر من 3 أميال الوقود والأدوات اللوجستية والمركبات المدرعة، علما أن الاشتباكات التي اندلعت فجرا وصلت إلى شارع شيرباكوفا الذي يقع على بعد 11 كيلومترا من وسط العاصمة الأوكرانية. إلى ذلك قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أنه تم سماع انفجارات في مدينة خاركوف صباح اليوم، وكانت مناطق عدة في المدينة التي تعد ثاني أهم مدن أوكرانيا شهدت في الساعات الماضية معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية. وبعد تصريحات للقوات الروسية قالت فيها أنها دخلت خاركوف، أكدت القوات الأوكرانية أنها لا زالت تسيطر بشكل كامل على المدينة. ميدانيا أيضا قالت وكالة الأنباء الأوكرانية أن القوات العسكرية الأوكرانية قصفت رتلا من الآليات العسكرية الروسية بالقرب من منطقة ماكاريف على بعد 60 كيلومترا من العاصمة كييف. كما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بارتفاع عدد القتلى الروس في المعارك الجارية إلى أكثر من 4500. وقد أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية أن القصف الروسي تسبب أيضا في تدمير أكبر طائرة شحن في العالم، وهي أوكرانية الصنع من طراز أنتونوف 225، وذلك في قصف على مطار غوستوميل. وعلى وقع المعارك المتواصلة قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي نيتو يانس ستولنبرغ في تغريدة أن أعضاء الحلف يزودون أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أنها سجلت مقتل 100 ومدنيين بينهم 7 أطفال وإصابة 304 آخرين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي في افتتاح جلسة المجلس: قتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، وخصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متنوعة وغارات جوية، وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. نبقى في تداعيات الملف الروسي الأوكراني، فقد أعلن البنك المركزي الروسي أن بورصة موسكو لتداولات الأسهم لن تفتح اليوم في ظل الوضع الراهن، ويأتي ذلك كإجراء احترازي. ولفت في بيان إلى أنه تقرر عدم فتح سوق الأوراق المالية اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد ساعات عمل بورصة موسكو ليوم غد. وفي وقت سابق أكد البنك المركزي الروسي أن النظام المصرفي مستقر ولديه مخزون من رأس المال وسيولة كافية للعمل دون انقطاع في أي موقف. النشرة مستمرة بعد الفاصل. النشرة مستمرة. نقابة أصحاب محطات المحروقات أوضحت أن شركات النفط تمتنع عن تسليم البضاعة لكي تستفيد أسبوعيا من زيادة الأسعار، مشددة على أنها ألغت خدمة الفيزا كارد. للمزيد ينضم إلينا عضو النقابة دكتور جورج براكس. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية. يعطيك العافية لك والمشاهدين الكرام. أول شيء خلينا نبلش من الأخبار المتعلقة بالمحروقات. كل فترة بيطلع خبرية عن أزمة تلوح في الأفق، اليوم على وقع الحرب الأوكرانية الروسية، هل من أزمة محروقات؟ يعني كله هذا بتشوف الأيام اللي جاية شو بتشوف خبرتنا وكيف بدها تتصاعد الأمور بأوروبا وبهالأزمة الروسية الأوكرانية، لأنه كلنا بنعرف أنه أوروبا تقريباً تتناول 40% من احتياجاتها من الغاز تخدم روسيا. روسيا بتضخ بأوروبا فوق 3 مليون برميل نفط يومياً. اليوم الاتحاد الأوروبي أو معظم دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، من ضمن العقوبات اللي عملوها ضد روسيا هي انه حذف عدة بنوك من نظام سويفت، ونظام سويفت هو اللي بتستوفي من خلاله روسيا فواتيرها النفطيه، فواتيرها من العملاء تبعها. وهلا هل يا ترى
راح يكون الفواتير النفطية أو قطاع النفط والغاز من ضمن هذه الإجراءات اللي عليها عقوبات؟ هل يا ترى هيدا رح يأثر على امتداد صادرات روسية بالغاز وبالنفط على الدول الأوروبية لحدود هلأ؟ بعد التموين ماشي لحدود هلأ ما انخفضت الصادرات، بس كمان هل يا ترى روسيا رح ترد على هيدي العقوبات بأن هي تخفض أو تتوقف عن امداد أوروبا بالنفط وبالغاز؟ هيدا له انعكاسات ليه؟ لأنه ساعتها بدها تأمن أوروبا بديل، البديل وين بدها تلاقيه؟ بدها ترتد على حوض البحر المتوسط اللي هو أقرب شيء لإلها لتأمن البديل. نحن بنتمون بلبنان من حوض البحر المتوسط، نحن بنعرف إنه الولايات المتحدة الأمريكية صار لها مدة عدة أسابيع بتحاول مع منظمة أوبك إنها تحاول تزيد إنتاجها لحتى تأمن للسوق بدائل لحتى ما ترتفع كثير. يعني وقت اليوم كمان عم بيحاولوا كمان على مستويين يشتغلوا، لانه ما قدروا توصلوا مع اوبك انها تزيد انتاجها لانه مصرين على اعتماد السياسي اللي ماشي فيها. اليوم عم بيحاولوا من نيلي يشوفوا بواخر في حال تأزمت الامور، بواخر رايحه صوب اسيا يرجعوا يستعينوا فيها على اوروبا، وبنفس الوقت يستعينوا بجزء من المخزون الاستراتيجي اللي عندهم. يعني بدنا نشوف تطور الامور. لليوم ما في شيء، لليوم ما في ازمه بلبنان، كمياتنا كافيه لحدود اليوم، بس مفروض انا بقول مفروض على الدوله وعلى منشات النفط وعلى الشركات الخاصه احتياطا تحاول تامن احتياطي مخزون استراتيجي اعلى من الموجود عندنا، لحتى في حاله ازمت وتصعدت الامور اكثر كنا نحن على القليله اخذين احتياطنا شويه. بس بالانتظار دكتور براكس في موضوع الاسعار، يعني التوقعات كيف رح تكون؟ اول شيء جدول رح يضلوا يصدر يوميا؟ لانه اليوم سمعنا كلام لا عن انه لا في جدول يومي. لا ايه؟ اصلا من الاساس النهار اللي كان في شوي مناقشات مع الوزاره كان على إصدار على إنه يصدر جدول أكثر من يوم مرة بالأسبوع، كان الهدف منه التأقلم على التقلبات السريعة على سعر صرف الدولار، وكان الدولار عم يغلى كثير بوقتها، وطلعنا وصلنا ل 33 ألف ليرة، بالنهار كان يطلع 1000 و2000 ليرة. بوقتها الوزير طرح قال إنه أنا لحتى عالج هذا الموضوع فيني أصدره مرتين ثلاثة أو كل يوم أكثر من مرتين ثلاثة بالأسبوع ويتأقلم. اليوم ما في تقلبات لسعر صرف الدولار، بعض الدولار عم يشتغل بالعشرين وشوي، بس اليوم في تقلبات ببرميل النفط وأسعار النفط. برضو يعني في كلام عن لأقول لك الجدول كيف يشتغل. الجدول تركيب الأسعار، أول شيء الأسعار العالمية هي بتاخد معدل 4 أسابيع وتنحسب بضمن الجدول. السعر النفط عالميا مرة واحدة يعدل بالجدول، مش كل يوم أكثر من مرة بالأسبوع هي تقلبات سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، بس جدول الأسعار العالمية بتدخل بالجدول مرة بالأسبوع لأنه بتاخد معدل 4 أسابيع. مشان هيك مرة بالأسبوع بتتعدل. تقلب الأسعار عالميا ما بيتطلب إصدار جدول. بكره في جدول جديد، بكره في جدول جديد، كيف رح يكون في ارتفاع؟ رح يكون بين 7 و10 آلاف ليره كما يقال. هو مبدئيا نحن رايحين هلا كل عده اسابيع للمستقبل على ارتفاعات تدريجيه. للاسف شو بدنا نعمل؟ نحن بنوقت كنا عم نحلل بنخبر الحقيقه، مش نحن نكون عم نحطها بجيبتنا. نحن بنتمنى التانكي ترجع لل 20,000 ليره لانه ربحنا هو زيته اذا التانكي ب 20 او مليون، بس نحن للاسف ومش بس عندنا بلبنان، بكل بلدان العالم بدها ترتفع الاسعار. هاي بفرنسا طلعت تنكية البنزين لل 40 يورو صارت، وهلا الحكومه الفرنسويه عم تدرس مشروع عم بيفكروا انه يخفضوا من الضرائب لحتى يخففوا من انعكاسات ارتفاع الاسعار. حكما نحن رايحين بالمستقبل ارتفاع بكل اسعار كل المنشآت النفطيه، وهيدي نتيجه اللي عم بيصير على المستوى العالمي وخصوصا ازمه روسيا الاوكرانيه. تقريبا بكره قد ايه؟ يعني هيدي اللي حكيتها انت بحدود ال 10,000، حوالي ال 10,000 رقم قريب. كمان في اليوم بيان بيتحدث عن موضوع امتناع شركات النفط عن تسليم البضاعة لتستفيد أسبوعيا من جدول الأسعار. نحن اليوم بوين بأزمة المازوت؟ ونقطة تانية كمان تأختم فيها موضوع الفيزا كارد، يعني كل شيء عم بيتغير وحتى أنتم ما بقى تاخدوا فيزا كارد.
لا لا، الموضوع الفيزا كارد خلينا نشيل البين على جنب، خلينا نحكي بصلب الموضوع، بالموضوع اللي هو مش بس متعلق بالفيزا كارد بمحطات البنزين، هو كمان عندك نفس الموضوع متعلق بالسوبر ماركت بالمحلات التجاريه كلها سوا. اليوم عندك مشكلتين بالفيزا كارد، اول شيء كلفتها، اثنين عندك كيف انك ترجع تسترد المصاري اللي بيروحوا من خلال الفيزا كارد على البنك، ترجع تستردها كاش، لانه كل الشغل عم بيصير كاش. خذ مثلا محطه البنزين بنحكي، عندك بيجي انت بتشتري البضاعه كاش نقدا، بتاخذ المصاري بايدك بتدفعهم للشركه وبتاخذ منها بضاعه بتحطها عندك بالمحطه، بيقطع شخص بيشتريها بالكريدت كارد، بتروح المصريات على البنك، هون علقوا بالبنك، فبقى عم تقدر تسترجعهم لتقدر تشتري فيهم بضاعه من اول وجديد. هيدا جزء اساسي من المشكل بالكريدت كارد، وهيدا على كل المحلات التجاريه والسوبر ماركت عندك نفس المشكله. هلا بالنهايه القرار هو بيرجع لكل صاحب محطه ولكل محل تجاري ولكل سوبر ماركت، هو بيشوف كيف بده يتعامل. زيد فوقه انه كمان البنك بياخذ منك عموله 2% 3% حسب كل بنك قديش 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 بياخذ، يعني تانكه البنزين بتكلفك 7200 ليره، هيدي عموله بياخذها منك البنك، يعني في خساره جعلتك ما ايه ما عم تكفيك كلفه، جعلتك كلها ما عم تكفيك للكلفه التشغيليه تبعك. عشان هيك موضوع الكريدت كارد مفروض انا بقول على وزاره الاقتصاد وعلى مصرف لبنان وعلى جمعيه المصاريف يلاقوا حل، لانه اليوم عم نشوف انه قسم كبير من اللبنانيين عم يقبض رواتب وصارف بالكريدت كارد، جزء من المصريات والبنك عم يعطيهم اياها مصاريف بالكريدت كارد، على القليله يلاقوا مخارج يلاقوا حلول كيف هالمصاري اللي من ضمن الكريدت كارد عم تستعملها، تقدر هالمؤسسات التجاريه من ضمن محطات البنزين والسوبر ماركت تقدر تستردها كاش لتقدر ترجع تضخها من اول وجديد بالاسفل. هيدا المفروض يندرس هيدا الموضوع، نحن من شو اسمه منطالب المعنيين بهذا الموضوع يلاقوا مخرج لهيدا الوضع. شكرا لك دكتور جوجو براكس، عضو نقابة أصحاب المحطات، على هذه المداخلة. يبقى الشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة. مع هذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.